النهاردة جايين نحكي قصة الشهيد العظيم ماري جرجس. ماري جرجس اتولد في بلد اسمها كابادوكيا، بابا كان اسمه أنستاسيوس، كان الوالي بتاع البلد دي. وبعد كده بعد 10 سنين بابا سابه وراح عند بابا يسوع. بعد كده مامته خدته وراحت فلسطين. الملك بتاع فلسطين كان اسمه يوستس، حب جرجس جدا وخده وقال لها انا عايزه معايا يتدرب معايا ويبقى جندي في الجيش بتاعي. وبعد كده قعد 10 سنين بيتدرب معاه وهو حبه جدا، وقرر ان هو من كتر ما هو بيحبه يبقى معاه في فلسطين، ياخد رأيه في كل حاجة في الولاية بتاعته. ومن كتر حبه كان عايزه يجوزه لبنته، وقال لكده الناس كتير جدا ان هو عايزه يكون لبنته. بعد كده اخده بقى كل حاجة في الولاية دي كان بياخد رأيه فيها، من كتر ما هو كان جرجس شاطر في الجندي ودماغه كانت حلوة جدا. بعد كده يوستس ده مات بعد ما وصل ل20 سنة. مامته راحت عند بابا يسوع، وجرجس كان تعلم جدا وبس كان ربنا عطيله تعزية كبيرة. وبعديها بعد ما خلص الملك قرر ان هو هياخده لبنته، الملك راح عند بابا يسوع. فجرجس فكر ان هو عايز يبقى الملك بتاع فلسطين بدل الامير يوستس. راح مدينة اسمها سور. اول ما دخل المدينة دي لقى اهلها كلهم بيعبدوا اصنام. الاصنام ده عبارة عن حجر انا بقعد اصلي له. فزعل قوي جرجس، ازاي الناس دي بتعمل كده؟ الناس دي ازاي بتصلي لكده؟ احنا عندنا اله واحد بس هو بابا يسوع. فلما سمع قرار ان الملك، قرر ساعتها ان هو يحرق الكنائس والكتب بتاعتنا والاناجيل والقصص بتاعت القديسين. فمسك الورقة والمنشور بتاعه وراح قطعه قدام الناس كلها، وراح قال للملك انت ازاي بتعمل كده؟ انت ازاي بتخلي الناس تعبد اصنام؟ احنا ما عندناش الا غير ملك واحد بس هو بابا يسوع. ساعتها راح الملك زعل منه وقال له انت مين وانت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ قال له انا جرجس ابن الامير أنستاسوس. وساعتها راح سكت وراح قال له ماشي، وحاول يقنعه ان هو يعبد الاصنام ويعبد الحجاره دي. وجرجس كان بيحب جدا بابا يسوع وكان دايما بيصلي له. فراح قال انا عايز واحد او ساحر، اي ساحر يقنع جرجس ان هو يعبد الاصنام واخلي جرجس معايا. ساعتها جابوا واحد وقال له انا موجود وانا هعمل كده. راح قال له ماشي، طب ويلا وريني. جاب ساعتها الساحر ده جاب سم، السم ده بيأذي الناس جدا. وساعتها قال له خد اشرب دي. ساعتها جرجس اول ما شاف الكوباية راح عمل ازاي يا صحابي، رسم عليها علامة الصليب. بعد كده راح شربها. بعد كده رجع، ايه ده ازاي، هو انت ما حصلكش حاجه؟ راح قال له لا ما حصليش حاجه. ساعتها استغربه وراح قال للملك يبقى هي العلامه اللي رشمها على الكوبايه هي دي السحر اللي عملها. وراح رجع تاني عمل له كوبايه تاني عشان يشربها. بس ساعتها قال انا عايزه اربط ايديه وخلى الجنود يربطوا ايديه وبعد كده عشان يرشم العلامه دي. وجرجس راح رشم العلامه دي بوشه. ساعتها راح شرب. ساعتها السحر ده استغرب، انت ازاي عملت كده وانت ازاي كده؟ ساعتها جرجس قال له دي مش انا، ده بابا يسوع هو اللي اعطاني القوة دي. ساعتها السحر ده امن ببابا يسوع وصلى لبابا يسوع وان هو ده ربنا الحقيقي. وساعتها الملك غضب جدا منه وامر بقطع راسه. بعد كده مرات الملك راحت لما سمعت كل الحاجات دي عن جرجس راحت له هو في السجن وهو محبوس. قالت له انت ازاي كده، انت احكي لي انت ازاي كده، ازاي يبقى في اله بالقوه دي؟ قال لها اه هو في اله بالقوه دي، ف
فضل يحكي لها عن محبة بابا يسوع لينا، وبابا يسوع بيعمل لنا ايه، والمعجزات الكتير اللي بابا يسوع كان بيعملها لنا. ساعتها هي فعلا اقتنعت ان هو مفيش الا غير اله واحد، هو اله بابا يسوع. ساعتها راحت وقالت للملك، والملك غضب جدا وامر ان هي تتعذب كتير. وبعد كده لما لقاش منها ان هي هترجع وان هي تعبد الاصنام، امر بقطع راسها. وبعد كده يا صحابي راح لجرجس عشان يعذبه، عشان يحاول ان هو يرجع عن تفكيره، وان هو يفضل يبقى يصلي ويعبد الاصنام. لكن جرجس استحمل كتير عذابات. ماري جرجس قعد 7 سنين بيتعذب، وقعد مات 4 مرات. كان كل مرة بيموت فيها كان بابا يسوع بيجيله ويقومه من الموت. وبعد كده رابع مرة، دي اخر مرة، دي خلاص الملك تعب منه وقال له انا خلاص مش قادر، فقال له ايه، انا هامر بقطع راسك. ودي المرة الاخيرة اللي هو امر بيها بقطع راسه. وطبعا فرح جدا مع الملائكة والقديسين وبابا يسوع، وهو دلوقتي بقى شفيع حلو لينا بنطلبه، ومفيش مرة بنطلبه فيها غير لما يكون واقف معانا. صحابي عاملين ايه النهاردة؟ مراجعة حساب، ده رقم 1 1. ده رقم 2 1 2. ده رقم 3 1 2 3. ده رقم 4 1 2 3 4. وده رقم 5 1 2 3 4 5. صحابي النهاردة هناخد تعليم الساعة. الساعة دلوقتي لما يبقى العقرب الصغير على 7 والعقرب الكبير على 12، كده تبقى الساعة 7. كده لما هيبقى مثلا اتحركنا مثلا كده، لما يبقى العقرب الصغير على 9 مثلا والعقرب الكبير على 12، يبقى كده الساعة 9. طب احنا لو حبينا نعمل كده، يبقى العقرب الكبير ده اللي بيتحرك والصغير ده ثابت كده، يبقى مثلا الساعة 9:05. لو عملنا كده هيبقى الساعة 9:10. طب لو عملنا كده مثلا يبقى الساعة 9:15. طب لو عملنا كده الساعة 9:15. طب لو حملنا العقرب ده كده يبقى الساعة 9:30 لـ5. ولما عملنا كده يبقى الساعة 9:30. طب نيجي هنا يبقى الساعة 9:30 و5. طب بقى احنا كده الساعة هتتغير، تتغير في ايه؟ لو عملنا كده هتبقى الساعة 10:45. طب لو كده عملنا الساعة كام؟ 10:45. ولو عملنا كده هيبقى الساعة كام؟ 10:50. ولو عملنا كده هتبقى الساعة 10:55. ولو عملنا كده هتبقى الساعة كده 10. المقصود من ده ايه يا صحابي؟ ان بيبقى العقرب الصغير ده بيبقى واقف في مكانه، والعقرب الكبير ده هو اللي بيلف لحد ما الساعة التانية بتتغير. ده المقصود منيها. لما احنا نيجي نبص في الساعة بنبص نشوف الساعة دي بتتحرك ازاي. وكده عرفنا ان الساعة العقرب الصغير ده هو اللي بيبقى ثابت، والعقرب الكبير هو اللي بيتحرك. شاطريني، برافو عليك يا صحابي. ازيك يا صحابي، عاملين ايه؟ احنا نعمل مع بعض حاجة زي كده، بحط عليها صور اصحابي، بتبقى ذكرى حلوة قوي في البيت. تعلقتها على الباب، تتعلق على الباب كده بتبقى شكلها حلو جدا. بص حاطة فيها صور اصحابي،
شكلها حلو قوي 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 بجد، ذكرى حلوة قوي لينا. لو احنا لينا اصحابنا ممكن نعملها ونجيب صورهم ونلزقها هنا كده، تبقى احنا مع بعض كلنا هنعملها مع بعض. بصوا الاول بنجيب دي اسمها كورونا مش فيروس، دي اسمها كورونا، دي بنجيبها ممكن ماما تشتريها لنا من اي حتة، متوفرة كتير وحلوة جدا، وبنلف على الساتين زي كده عشان يبقى شكلها حلو. هنعمل بقى ورد مع بعض. بجيب طبعا القلم، وفي باترون ماما ممكن تطبعه لنا عند حد، هتطبعه لنا تقول لها يا مامي يعني انا عايز وردة هقصها وهرسم عليها عشان اعمل شكل الوردة. بجيب الوردة اللي هي الباترون بتاعي، بحطها على الفوم اللي انا عايزه او اللون اللي انا عايزه وبرسمه. وبمشي كده بالراحة علشان ما تتلخبطش مني وتطلع مش مظبوطة. وألف معايا الورقة. تمام. واجيب المقص واقصها. بقص بالراحة، بخلي بالي جدا جدا علشان ما تعورش، ولو انا مش عارف ممكن ماما تساعدني. انا بفتح المقص وبدخل مقص كده لجوه وبمشي بالراحة خالص. ونخلي بالنا علشان ما نتعورش. كده يكون طلع معانا شكل الوردة مظبوط جدا. دي وردة كبيرة، هحط فيها وردة صغيرة، هقصها صغيرة. اصغر من الوردة اللي احنا قصيناها مع بعض. وبنلزق الاتنين على بعض زي كده بالشكل ده، وهنبتدي نلزقهم مع بعض على الكورونا بتاعتنا. والحاجات القصاقيص بتاعتي باخدها وبرميها في الباسكت بتاعي. احنا طبعا محضرين كام واحدة نلزقهم مع بعض. كده بالشمع واحدة واحدة وهلزقها.
ممكن على قد عدد بقى اصحابي اعمل الكورونا، في كبيره وفي صغيره، اللي احنا عايزينه هنلاقيه وماما هتلاقيه بسهوله جدا وهتجيبه. وانا ازين براحتي بقى اللي انا عايزه او اللي انا شايفه حلو هعمله، واعمل باي شكل انا حابه، ورد، قلب، اي شكل احنا بنحبه ونعمله عليه. احنا طبعا هنا حاطين قطن، بس احنا بنحط صور اصحابنا، نحط قطنة كده، نحط اي حاجة، ممكن احط يعني اعملها كده واحط صورتي انا الكبيرة هنا في النص، هتبقى برضو شكلها حلو جدا، وعلقها ممكن على الدولاب، علقها على السرير بتاعي. وممكن اعمل فروع شجر زي كده شايفينها، تبقى حلوة قوي برضو لو لزقتها مع الوردة دي. تعالوا نجرب كده، ونخلي بالنا عشان الشمع سخن. هنزق كم واحدة كده بس عشان تدي شكل حلو مع الورد، لكن لو عملت قلب طبعا مش هينفع ان انا احط معاه فرع الشجرة دي. خلي بالي جدا وانا بستعمل الشمع. كده نكون خلصناها، شايفين شكلها حلو جدا جدا جدا. ممكن اعمل بالشكل ده، ممكن احط عليها صورنا زي صور اصحابي كده الكبيرة دي، وفي اللي انا عايزه، لو عايز الكبيرة هعملها ولو عايز الصغيرة دي هعملها، وهنلاقها على الباب بتاعي، بتبقى شكلها حلو جدا. ولو حطيت بقى صوري بصور اصحابي بتبقى حلوة قوي، بتبقى ذكرى لينا في البيت جميلة جدا. صحابي الحلوين، ان احنا جبنا ارض ممكن يتعمل في البيت، ماما تقصه لنا كده وحاجات تبقى مسلية كده، ونشوف شطار بقى اصحابنا، احنا كده 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 قاعدين في البيت مش بنعمل حاجة. فاحنا قلنا ان احنا مثلا ماما ترسم لنا سمكة، وممكن ترسم لنا اي حاجة تانية، نجمة مثلا، اي حاجة تبقى عندنا في البيت سهلة، ونجيب ورق صغنن كده، نجيب بولو، ممكن نعمل كده يعني، انا ممكن ألزقها كده وافضل ألزقها على السمكة كلها، يعني شكل تبقى ماما مثلا عاملاه، وافضل ألزقها على السمكة كلها.